دكتور محمد فتحي، استاذ جراحه الكبد في طب عين شمس. طبعا عارف النهارده اكيد اليوم بقى تقيل قوي عليكم في اخره. في الاول كده اعرف بس، احنا بطنه، جراحه، امتياز، نواب. طيب كم واحد امتياز؟ تمام. كم حد نواب؟ كم حد ما بعد النواب؟ يعني احنا المحاضرة النهاردة هتبقى حاجة جنرال كده، فاعتقد ان شاء الله يعني هتفيد كله، يعني سواء انت كنت جراحة بطنة بعد كده يعني. وفي اخر المحاضرة هنشوف كده احنا استفدنا ولا لا. هنجيب لكم شوية صور كده وهنقول لكم نعمل ايه العينين دول، فنركز عشان الامتحان في الاخر. واحنا ليه بنتكلم على ال HCC اصلا؟ HCC يعني بنتكلم على السادس كانسر على مستوى العالم، تالت حاجة تعمل مورتاليتي، والفيرست كانسر لليفر. يعني بنتكلم على كانسر من الكانسرز مهمة جدا جدا، واللي بتصيب فعلا نسبة كبيرة جدا على مستوى العالم، ومنها مصر طبعا. ودي خريطة بتورينا الديستريبيوشن بتاع الاتش سي سي على مستوى العالم كله، وهنشوف فيها ان مصر من الهاي اريا، ما هياش الهايست زي الفار ايست، لكن من الهاي ارياز، انسنس اوف هاي اريا. والحقيقة الخريطة دي ماتشنج شوية مع خريطة تانية بتاعت الاتش سي في، بس الاختلاف ان احنا بقى الهايست، مفيش حاجه احسن مننا في ال HCV بالذات. والمشكله بتكبر، يعني مشكله ال HCC على الرغم من كل اللي بيتعمل لا بتزيد. ولما نشوف الكيرف ده في امريكا، الانسنس شايفينه على مدى السنين رايزنج ازاي. وطبعا ده بريدكتور ان احنا اكيد عندنا نفس الكلام، وده ماشي فعلا مع كان في ستادي اتعملت في معهد الكبد عندنا بتعمل حاجه اسمها بريدكتيف فاليو، هما لقوا فعلا البيك بتاعتنا هتبقى سنه 2020. يعني اعلى انسنس اتش سي سي هيبقى سنه 2020، رغم كل التريتمنتس اللي احنا عرفناها طبعا جديده والماجنت اللي بنعمله جديد، لكن ستيل احنا بنواجه ولسه هنواجه المشكله دي. عشان كده بقول لكم دي مشكله كل الناس، كلنا هنقابلها، كلنا هنشوفها، وكل واحد فيكم هيبقى ليه رول مهم جدا جدا فيها. حتى لو انت ما كنتش جراح ولا باطني ولا اشعه، انت لازم هتشوف عيان قريبك، عيان كذا، انت ممكن كلمه منك تنقذ حياته فعلا، تو سيف هيز لايف فعلا، لو انت في دماغك المانجمنت صح، توجهه على الطريق الصح، حتى لو ما كنتش انت اللي هتعمل هذا المانجمنت. كلمه مانجمنت زي ما احنا عارفين هي عباره عن دايجنوزس وتريتمنت. حاجه دايجنوزس سهل، يعني مش زي بقية الحاجات التانية مش هنضيع فيها وقت طويل. الدايجنوزس بتاعنا مختلف عن بقية كل التيومرز اللي هنعرفها في الدنيا. أي تيومر في أي حتة في الجسم إزاي تتريت؟ لازم آخد بايوبسي. حاجة اتش سي سي الوحيدة اللي أنا مش محتاج فيها بايوبسي. يعني أنا هقدر دايجنوز أونلي راديولوجيكال، بس يبقى عندي حاجة اسمها تيبيكال كريتيريا، وهنقول يعني إيه تيبيكال كريتيريا. والامريكان جايد لاينز بتقول ان الدايجنوزس لاي تيومر اكتر من سنتي وان موداليتي تريتمنت، وان موداليتي اوف ايمجينج كفايه. يعني ايه وان موداليتي؟ يعني كان زمان الجايد لاينز 2006 يقول لك لازم تعمل له سي تي وام ار اي، لازم الاثنين يقولوا دي اتش سي. لا، النيو جايد لاينز بتقول لك وان موداليتي، لو هي تيبيكال كريتيريا يبقى دي اتش سي وذاوت بايوسي. يعني ايه تبقى الكريتيريا؟ يعني احنا عندنا في الاشعه تبقى في فيزز، حاجه اسمها ارتيريال فيز وبورتال فيز وبورتال فيز وفينس فيز، وساعات حاجه اسمها ديليت فيز. طب نعرفهم ازاي؟ كلمه ارتيريال ده الاورطة اهوت، طالما الاورطة منور كده يبقى دي ارتيريال فيز. لما الاقي الاورطة هنا مش منور يبقى دي مش ارتيريا،
تبقى بورتو فينس تبقى فينس مش مهم. بس المهم انا هعرف السي تي ازاي؟ اول ما الاقي الاورطه منور، الاورطه فين؟ قدام الفيرتبرا على طول. طالما منور كده يبقى دي ارتيريال فيس. شايفين التيومر هنا عامل ازاي؟ لونه ابيض عن بقيه الليفر. دي في الارتيريال. طب وفي الفينس فيس ايه اللي حصل؟ بقى لونه غامق عن بقيه الليفر. دي اسمها تيبيكال كراتيريا. وهي ليه بتحصل كده؟ عندنا الليفر دي بيجي له اثنين بلاد سبلاي، ارتري هيباتيك ارتري وبورتال فين. الاس سي عامه بتاخد بلاد سبلاي من الارتري، وهي دي هايبر فاسكولار تيومر، يعني جالها الدم ازيد من الطبيعي، وبالتالي انا محقن صبغه. ففي الارتيريال فيس تاخد التيومر ياخد الصبغه اكتر من بقيه الليفر ويفضيها اسرع من بقيه الليفر، وبالتالي يبقى انا عندي تيبيكال كراتيريا اعمل سي تي ترافيزك الاقيها في الارتيريا خدت انهانسمنت. يعني ايه انهانسمنت؟ يعني نورت اكتر من بقيه الليفر. وفي الفينس او البورتو فينس فضت اكتر من بقيه الليفر. نفس القصه اهي، ادي الليجن، ادي ارتيريال فيز، هنا فينس فيز فضى واختفى. دي نسميها تيبيكال كراتيريا. كانوا زمان بيحطوا برضو من ضمن الجايد لاينز الالفا فيتوبروتين، دلوقتي شالوها، ما عادش مهم الالفا فيتوبروتين، اهم حاجه السي تي كراتيريا بتاعتنا. طيب كده يعني دايجنوزس خلص، فاضل حته صغيره قوي اللي هي ايه؟ لو حضرتك لقيتوا ليجن صغير، طبعا دي هنا ليجن اقل من 2 سم، وكلمه اقل من 2 سم ليه 2 سم؟ لان اقل من 1 سم ليها قصه مختلفه شويه. نفس القصه، شايفين ليجن هنا؟ ده كده ايه؟ مش منور، ده فينس. هنا منور ارتيريال، ايه منور؟ منور ايه؟ ارتيريال منور. فضت ايه في التاني؟ يبقى دي على طول سمول ليجن اهوت، حجم مثلا سم سم ونص. تيبيكال كريتيريا يبقى دي على طول اتش سي سي. نفس الكلام. بس دي بقى هنا مالتي فوكال اتش سي، بس ستيل برضو ادي ارتيريال فيز منوره وهنا مفضيه، بس هنا برضو استعاد بتبقى مفضيه برضو ستيل لما استنى عليها شويه. دي بقى السكيما بتاعت لو الليجن اقل من سنتي، يعني كل اللي بنتكلم عليه دوت ليجن اكتر من سنتي. طب لو انا ليجن اقل من سنتي، عشان ما نتوهش في الكلام المكتوب، هو ببساطه حاجه واحده بيقول لك ايه؟ هو قسم الليجن يا سنتي يا اكتر من سنتي. اللي اقل من سنتي ده اللي هو المشكله بتاعتنا، هستنى عليه ثلاث شهور، يا اما يبقى زي التاني خلاص هعمله زي التاني، يا اما يفضل زي ما هو اتابعه لغايه قد ايه؟ سنه ونص سنتين. لو فضل سنه ونص سنتين زي ما هو اقل من سنتي يبقى خلاص ده مش اس. يبقى اذا الليجن اللي اقل من سنتي اللي انا هعمله فيها ايه؟ انا عايز اعرف هي قال ايه؟ هي مش حاجه ولا هي اس سي؟ اس سي يعني اكتر من سنتي. يا اما تكبر فتروح الناحيه الثانيه، يا تفضل زي ما هي تبقى مش اس سي. فضل اس سي بشخصها ازاي؟ ان انا اعمل دايناميك سي تي او ام ار اي، اي حاجه من الاثنين. لو ادتني تيبيكال كريتيريا بوزيتيف يبقى خلاص على طول ان هي اتش سي. لو هي نيجاتيف ما هيش تيبيكال كريتيريا، اعمل موداليتي اخرى. يعني ايه؟ افرض انت عملت عين سي تي لقيته اتيبيكال، تروح اعمل ام ار اي. طلع تيبيكال خلاص بقى اتش سي. طب طلع برضه مش تيبيكال يبقى هنا اضطر اخد بيبسي. واضحه؟ طب براكتيكال سبيكينج بنعمل سي تي ولا ام ار اي؟ ليه؟ عشان ارخص، كوز موجود في كل مكان. ها؟ اوفر مش قوي. متاح في كل مكان. اقول لكم على حقيقه مؤلمه شويه، ان احنا ما بنعرفش نعمل سي تي ام ار اي وما بنعرفش نقرا ام ار اي. فعلا حتى دول اشعه نفسه. يعني الناس بتوع الاشعه بتوعنا المتخصصين في الحاجات ديت، لما تلاقي عيان عامل ام ار اي يقول لك طب اعمل سي تي، مع ان المفروض على مستوى العالم كله ان الام ار اي مور اكيوت مور سنسيتيف، بس هي الحقيقه بتحتاج صبغات ومحتاج تكنيكس معينه يبدو ان احنا عندنا مشكله فيها. فتلاقي بتاع الاشعه نفسه طول الاشعه نفسه هو مش عارف يقراها حلو، واحنا كجراحين حاول ما نفهمش في الام ار اي. يعني ما تجيب لي عيان ام ار اي هنا بص على ريبورت، اجيب لي سي تي لا انا هبص على الاشعه نفسها. فتلاقينا اوتوماتيك كده حتى اللحظه اللي احنا فيها بنميل دايما للسي تي احنا بتوع الاشعه.
لكن على مستوى العالم كله المفروض ال ام ار اي احسن. يبقى كده احنا خلصنا الدياجنوز بتاع الاتش سي سي. طيب هو ايه المشكله بتاعتنا في الاتش سي كتريتمنت بقى؟ الحقيقه انت في اي تيومر في الدنيا لما تيجي تعالجه انت عندك تو فاكتورز، عندك تيومر وعندك عيان، يعني تيومر بستيج معينه وعيان. هل التيومر ده ينفع يتشال ولا لا؟ على حسب الستيجنج بتاعه. وهل العيان يستحمل العمليه ولا لا؟ على حسب الجنرال كونديشن بتاعت العمليه العيان. ده في اي تيومر في الدنيا في كل الجسم باستثناء القصه بتاعتنا دي. عندنا احنا طلع لنا فاكتور تاني وهو ليفر فاكتور. يبقى انا ما اجي ابص للعيان انا ببص لثلاث حاجات. انا باصص للتيومر وباصص للبيشنت، لكن عندي فاكتور ثالث مهم جدا وهو الليفر. هل الليفر ده يتحمل الريسكشن او البروسيدير اللي انا خططت له ده ولا لا؟ لان ممكن يبقى التيومر يتشال والعين يستحمل العمليه بس الليفر ما يستحملش. وانا اعرف دلوقتي نعمل ايه؟ ايه التريتمنت اوبشنز اللي عندنا؟ الحقيقه يعني لو نيجي نتكلم على التريتمنت اوبشنز في طريقتين لشرح الموضوع ده. في طريقه كلاسيكيه اللي هي الصوره اللي بعدها دي. ان انا اعمل لك سكيما زي ديت، ودي حاجه اسمها برشلونه كلينيك، دي اشهر حاجه يعني بلان كده لتريتمنت الاتش سي سي على مستوى العالم كله. بس الحقيقه انا ما بعملش الطريقه دي خالص لسببين. السبب الاولاني ان حتى البرشلونه كلينيك اللي بنقول عليها دي اكتر حاجه اكسبت على مستوى العالم. لو حضرتوا اي مؤتمر هتلاقي دايما عليها نقاش ان هما مش كونفنسد انها صح، ان فيها زونز لا مش مظبوطه خالص، يعني ليجن اكتر من 3 سم من 3 ل 5 سم لما تيجي تحطه هنا كده ملوش مكان. ده العين ده مش تعمله سنش، مش تعمله ترانسبورت، مش تعمله اي حاجه خالص، مع انه ده وذين ذا كرايتيريا بتاع حاجتي. فهي كستراكشر لا مش مظبوطه قوي. النقطه الثانيه والاهم ودي بقى لازم نفهمها، ان احنا لما نيجي نقول كرايتيريا واخدينها من اي مكان يبقى عارفين هم طلعوها ازاي. يعني هو لما يجي يقول لحضرتك انا عندي تيومر 3 سم ايه الاوبشنز اللي قصادي؟ يقول لك اوبشن يا اما ريسكشن يا اما ترانسبلانتيشن. فهو بيبتدي يحسب ستاتستيكالي كده، لو انا زرعت 100 عيان وعملت ريسكشن 100 عيان النتائج عامله ازاي؟ اذا كان ترانسبلانتيشن احسن يبقى احطه على طول هنا ترانسبلانتيشن، اذا كان ريسكشن احسن يبقى احط ريسكشن. بس كل ده بيفترض نقطه الاول خالص، ان الاثنين عندي، ان انا عندي بروجرام كفرنج ترانسبلانتيشن وكفرنج ريسكشن زي بعض بالظبط، وانا بختار كريزلتس انهي احسن. لكن افرض ده اصلا ما عندكش افيلابيلتي بتاع ترانسبلانتيشن، ازاي هتطبق الكلام ده عليه؟ تشيك. يبقى بالتالي لازم احنا لينا موديول لوحدينا على حسب ظروفنا الحقيقيه. احنا ترانسبلانتيشن في مصر ابتدى من 2001. زرعنا كام عيان في مصر كلها؟ حد عارف رقم؟ يطلع كام يعني؟ يا راجل حرام عليك، من 2001 زرعت عيان يعني حوالي 2500 2800 قد يصل 3000 ماكسيمم يعني. برضه بنتكلم في 3000 من مش اقل من مليون مريض بيعاني من اتش سي. يعني احنا بنتكلم 10% من الشعب عنده اتش سي في، ولو قلت عشرهم هيجي لهم اتش سي او اقل من كده بتتكلم في مليون 2 مليون، يعني مش اقل من نص مليون لمليون واحد مصاب ب اتش سي. ف على مدى 10 سنين زرعنا 2000 عيان، فبالتالي ما اقدرش احطه كهو ده الستاندرد بروتوكول بتاعي. هو بره كويس ليه؟ لان عندهم تامين صحي وعنده منظومه كادافيريك يقدر يغطي كل الناس، فهو بيختار الحاجتين اللي العيان ده احسن له ترانسبلانتيشن ولا ريسكشن؟ احسن له ترانسبلانتيشن ديفنتلي صح، لكن افرض ما عندكش ريسكشن هتقولي ما عملوش حاجه خالص؟ لا لازم تقارن بقى ريسكشن ولا سيبو. هنا هيبقى في نقطة تانية في المقارنة وهنقولها دلوقتي حالا. فلما رجعنا تاني قلنا التريتمنت اوبشنز بتاعتنا، انا عندي ليفر ترانسبلانتيشن ال دي اكس دريف اللي هي واحدة، وعندي ليفر ريسكشن، وعندي ار اف اي اللي هي تمام او مايكرويف، الاثنين يعتبروا زي بعض، وعندي اذر لوك ريجنال كنترول، وعندي سيستميك ثيرابي.
هما دول تقريبا الخمسه ارمز بتوعنا، وده اللي احنا عايزين نتعلمه مع بعض. يعني بقول لكم الطريقه الثانيه انك نفهم نعمل ايه في العيان ده، هتبقى عارف ايه التولز اللي معاك. انت معاك تقريبا خمسه تولز، هتبتدي تشوف العيان ينفع له ايه من الخمسه دول على حسب انت فاهم مين احسن حاجه، تدي له اوبشن نمره 1، اوبشن نمره 2، اوبشن نمره 3، كل واحد امتى استخدمه وامتى ما استخدموش. ليه انا حطيت كفرنج على الجزء دوت؟ الجزء ده باليتيف والجزء ده كيوراتيف، يعني ليفر ريسكشن، ليفر ترانسبلانتيشن، ار اف اي ومايكروويف في سايز معين اقول دلوقتي. النص ده از كيوراتيف تريتمنت، طب والنص الثاني از باليتيف تريتمنت. دي اهم سلايد لازم تحفظها. ليه؟ لان انت لما تشوف عيان انت لازم يبقى بدماغك كده انا بفكر في الجزء ده، نفسي ادي العيان الجزء ده لان هو ده الوحيد اللي بوتنشال الكيور. طب والجزء دوت از باليتيف، يعني ما عملوش لا هعمله، بس عيان انا عارف ان انا ما عرفتش اعمله في دوت. اوعى تبتدي في ده وانت في ايدك تعمل ده، وده ليه ترتيب برضه هنشوفه دلوقتي. يبقى احنا عندنا خمس حاجات اقدر اعملها للعيان اللي عنده اتش سي سي. هنبتدي نتكلم على كل واحده فيهم بتفصيل صغير. اول حاجه الليفر ترانسبلانتيشن، زي ما قلنا احنا عندي هنا في الاتش سي انا عندي ثلاثه فاكتورز. في الترانسبلانتيشن هل الثلاثه فاكتورز داخلين معايا؟ مين اللي وقع؟ ليفر، لان انا هشيله. يعني ايه؟ يعني عاد تشايلد ايه، تشايلد بي، تشايلد سي، ما يفرقش معايا في حاجه خالص. انا كده كده هشيل الليفر ده كله. وبالتالي الليفر ستيت في الحسبه بتاعتي مش داخله. ريجاردلس العين ده بقى بي تي عالي، عنده فيرسس، عنده اسايتس، عنده اللي هو عنده. انا اصلا في ترانسبلانت ما بشتغلش غير عيان لو هو مش اتش سي سي، يعني اتش سي في عادي اند ستيج. يعني ايه تشايلد سي؟ يعني اللي بيجي له انكفالوباسي ار، بيجي له ماتمسس ار، عنده فيرسس ار، هو ده اللي هيجي، ده اللي بش ده اللي بزرعه، وده اللي هيديني نتائج كويسه. طيب ليه انا بقول ان ترانسبلانتيشن هو البيست تريتمنت اوبشن؟ هو فعلا البيست تريتمنت اوبشن. ليه؟ ده الحاجه الوحيده في كل الموداليتي اللي احنا عارفينها ديت اللي هتكيور حاجتين، جزء تيومر كل حاجه بتعملها، يعني الريسكشن هيعملها، ار اف هيعملها، لكن في جزء تاني مهم الليفر نفسه. عين الاتش سي دايما 90% بيطلع على السيروتيك ليفر، مفيش اي موداليتي بتعالج السيروتيك ليفر دوت. وهو السيروتيك ليفر ده ايه مشكلته؟ مشكلته حاجتين. العين حتى لو عدى من قصه الاتش سي وهو راتب تشايلد ايه، ما هو بعد سنه اثنين ثلاثه هتبقى تشايلد بي، تشايلد سي، هيموت من السيروزس حتى لو ماشي الاتش سي. دي النقطه الاولى. النقطة الثانية ودي مهمة جدا، إن الليفر دوت اللي طلع لي اتش سي عشان هو السيروتيك هو وارد يطلع اتش سي ثانية. فالحقيقة لما بيعمل لهم ريسكشن ويقول لك ده جاله ريكارنس، هو مش لازم يبقى ريكارنس، هو في الغالب مش ريكارنس، هو نيو ليجن. أنا عندي ميديا بتطلع لي كل شوية تيومر. عشان كده لو أنا عملت العين ريسكشن الـ 5 year recurrence rate يعني في خلال خمس سنين أتوقع يبقى عنده ليجن ثانية كم في المية؟ 50. تتوقعوا كام كده؟ من 70 ل 100%. من 70 ل 100% من العالم عنده ريسبشن هيرجع له تاني. طب انا بعمل له عمليه ليه؟ هنعرف ليه. لان انا ممكن بعد ما اشيل التيومر الكبير اعمل له فول اب، ولما يظهر لي ليجن تاني اقدر اعمل له ريدي فريكونسي بس بسايز معين. فانا حليت له المشكله دلوقتي، لكن لازم فول اب. لكن ايه الحاجه الوحيده اللي ما عنديش ريكارنس ريت عاليه كده؟ الترانسبلانتيشن. عشان كده